تركيا ليلا نهارا. لماذا يهاجم المسؤولون في أوروبا تركيا وهي التي تريد أن تؤمن لهم الغاز؟ يعني الآن نحن نعرف أن في الحقيقة روسيا هي لا تستطيع، لا تريد أن تتخلى عن تركيا. تركيا دورها الآن بارز وهي قوة في الإقليم، هذا شيء معترف. إضافة على هذه القوة، تركيا موقفها حقيقة الآن هي تؤثر وتحول حقا، تؤثر على الموازنات معادلات دولية. لذلك تركيا أصبحت قوة في الإقليم وهي مؤثرة في الموازنات معادلات دولية. وروسيا طبعا هي مستفيدة بالدرجة الأولى من موقف تركيا، كونها تركيا لم تشارك لها فرض عقوبات على روسيا. تركيا لأنها هي دولة محايدة وهي تخاطب أوروبا الغرب بشكل عام وإلى روسيا والشرق. لذلك يعني هنا يبرز قوة تركيا في الإقليم، ومساندة روسيا ودعم الروسي وموقف الروسي مع تركيا، خاصة حول جعل تركيا كمركز للغاز ولتوزيع الغاز على الغرب بشكل عام، خاصة الاتحاد الأوروبي. لذلك يعني هذا سيقوي يعني موقف تركيا، قوة تركيا في الإقليم بأكثر. لذلك خاصة فرنسا يعني هي تعاني، هي تشكو وهي منزعجة جدا من قوة تركيا في الإقليم، مع أنها هي في الحقيقة تحارب تركيا في عدة القضايا الإقليمية، سواء في المتوسط ما يتعلق هناك طبعا طاقات هائلة من الطاقة والكميات، وفي ملف الليبي والعراق وسوريا غير ذلك، وفي يونان غير ذلك. يعني تركيا في الحقيقة كلما تبرز قوتها وأهميتها في الإقليم، خاصة نحن نعرف أن فرنسا بالدرجة الأولى وهي تضع طبعا يونان في الواجهة غير ذلك، هناك هذه الانزعاجات نحن نسمع. لكن هناك الدول الأوروبية في الأخير مثل ألمانيا وغير ذلك رحبوا بهذه الفكرة، لأن الدولة الألمانية في الأخير نوعا ما الدولة يعني تمشي على سياسة عقلانية حكيمة، هي تعي ذلك جيدا. ربما هي منزعجة بدرجة أولى، نحن نعرف أنها تعاني من الغاز والطاقة بشكل خاص، لأن اعتمادوا على هذا كثير مقارنة بالدول الأوروبية. يعني هناك دول في الحقيقة ليست منزعجة، رحبوا الفكر، لكن فرنسا موقفها السياسي مع تركيا ما يتعلق كل القضايا في الإقليم، هي دائما في الحقيقة تخسر أمام تركيا، لذلك منزعجة. لكن لا ننسى أن هذا الموقف التركي في الحقيقة هذا سيكون لصالح القارة الأوروبية ككل، هم سيستفيدون من هذا الموقف، لأن تركيا خاصة موقعها استراتيجي وجغرافي، تركيا هي تكون ممرا آمنا وممرا اقتصاديا، وهناك مكاسب يعني تكون هي تكون صالح أوروبا من خلال وجود أو كون تركيا المركز للطاقة.